والقاعدة الشرعية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ابن كثير رحمه الله: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وقال السعدي رحمه الله: أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه سبحانه وتعالى. قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الأقوال: أسند الدارمي في مسنده عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وده يا أخواننا من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ومن شدة تحريهم للحق، ولعلمهم أنهم مسؤولون عن فتواهم. وده يا أخواننا يحل لك إشكال السلف إذا قالوا هذا مكروه في الحرام، أو لا أحبه، أو كان لا يعجبهم، هو عالم، لكن بيذكر عن المتقدمين من العلماء ذلك، فده يا أخواننا يدل على شدة تحريه وعلى تواضعه وعلى تعظيمه لأمر الفتيا في الدين، وأنه لو نزل وأفتى برأيه خير له من أن يفتي وينسب ذلك إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيضل بذلك من يضل بسببه، وتنتهك ما تنتهك من المحرمات. قد يفتي في مسألة الطلاق فيحل أو يحرم، فيزوج أجنبية أو يطلق زوجة فيحل فرجا أو يحرم فرجا حلالا، ده كله بالفتيا والكلام من غير علم ولا دليل. كذلك قد يفتي في الدماء فيقتل نفسا معصومة، ولذلك الآثار المترتبة على الفتيا عظيمة.